وهاي عمين رحوش يا أصدقائي، جيتكم فيديو جديد. اليوم يا أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان، اليوم يا أصدقائي باختصار شديد راح أراوكم أكبر تجمع اليوتيوبرز في لعبة فيكا إكس دي للفريق الأزرق لزيرو جرافيتي. يب طبعا كنا نعرف أنه أنا اختارت الفريق الأزرق، لذلك قدرت أني أجي لهذه الحفلة، مدري شين هي الكبيرة. أوكي فيابي أصدقائي، اليوم راح أراويكم وش سوينا، وين رحنا، وش لعبنا، وشنو من فعالية سوينا، وايش يا سويتها يا أصدقائي ويا هذول اليوتيوبر. فيابي أصدقائي راح يكون فيديو كلش حلو. فقبل نبلش بالفيديو ريتكم تحطون هو لايكات، تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس، وليتس جو. لكن لحظة خل أقلكم يا أصدقائي على الفيديو. طبعا يا أصدقائي شرت لكم فيديو وقلتها كان شخص يا أصدقائي من لاعبين بي كي إكس زي سوون التصميم اللي بشدة حرفيا التصميم خرافي، مو أي واحد يقدر يسوي التصميم ترى. يعني التصميم يحتاج إنه شخص شوي يعني شو نقول فنان في المونتاج وهاي، فيعني الشخص كلش فنان وقتها يا أصدقائي. فأبي أصدقائي فالفيديو كلش حلو، إذا تذكرون قبل لما قلت لكم فعلوا الجرس على مود يشوفون الفيديو يا أصدقائي تبع التصميم، لأنه كان وقته كلش حلو يا أصدقائي، ونشرت لكم إياه والأشخاص ما شافوه فهو مثبت بأول تعليق، مو تنسون حطوا لايك اشتركوا ويلا سوية نروح نشوف هذا التجمع. طبعا البارح سويته، ليتس جو. وهاي طبعا يا أصدقائي أول ما دخلت فشوفوا روايتكم يا أصدقائي، دا أصوركم يعني بعض الأشخاص اللي كانوا بالسيرفر، هذول كلهم يوتيوبر، بس كم شخص هو مو يوتيوبر يعني كلش قليلين. فشوفوا يا اصدقائي هناك كانوا شوفوهم هذول كم مسطرين، هذول فشوفوا يا اصدقائي هذول اليوتيوبر، شوفوا ايش قد كلهم لونهم ازرق حرفيا، فحبيت اني اجي وياهم. فشوفوا يا اصدقائي وقفت وياهم وشغلت رقصة وهاي، فشوفوا يا اصدقائي شخصيتي. اوكي طبعا كان بيتر تويز يسوي لليوتيوبر الصور، فأنا هم حبيت أسوي صورة لأن إن شاء الله ما تتفوت أكيد، والتجمع نادر مرات يعني بي كي إكس زي يسوون هذا التجمع وهاي، فنشرت الصورة. طبعا اللي شفتوا هذا الفيديو روحوا سووا لها قلب على مود أعرف إنكم سويتوا القلب وشفتوا الفيديو. أوكي أصدقائي وطبعا سويت صورة ثانية، وهاي هم مرة ثانية دا أصور لكم الأشخاص اللي بالسيرفر، فشوفوا يا أصدقائي شوفوا هذول كلهم يوتيوبر. عمنا خلص اوكي. وطبعا يا اصدقائي صعدت ويا سيارة في كيك زي بوي، فشوفوا يا اصدقائي او ماي جاد. وهاي صديقتي طبعا شوفوا. اوكي يا اصدقائي فايق قاعد نتجول هواي نسوي فعاليات وكذا. وهسه يا اصدقائي راح نروح عند الروبوت وراح نلعب لعبة فريزنج فان، ليتس جو. فا اوكي دخلنا على الروبوت وراح نلعب فروزنج فان، وقت انا اخترت الفريق الازرق، فشوفوا النتيجة يا وياي اصدقاء من راح يفوز، انا اعرف من راح يفوز. اوكي فراح اختار السلاح. اوكي فانا يب شوفوا هذولك اليوتيوبر اللي وياي وبلشنا. اوكي وطبعا راح اسرع لانه راح يكون شوية عليكم ممل، فيب يا اصدقاء لذلك شوفوا وياي. شوفوا انا عود اسوي طلقات وجوه علاقات. شوفوا يا اصدقائي بالبداية كان الفريق الازرق هو المتقدم، وشوي شوي الاحمر صاروا اقوياء، فشوفوا يعني واحد يعبر الثاني بعبعوا النقاط فوق، هاي احنا عبرناهم ورا شوي هم يعبرونه، يعني السرعة يعني ما اعرف كلش قويين. اوكي راح يطلع الروبوت، فهذا هو الروبوت. او ماي جاد شفتوا كيف لما سرعتها، او ماي جاد الهيبة طارت. اوكي يا اصدقائي فشوفوا ضع نقاط، للأسف احنا جمعنا 2700 وهم الفريق الأحمر 2900. فا اوكي المهم انا المرتبة الثانية، نايس توني انتبه. اوكي فشوفوا طبعا هاي اللي خذيتها بعد الضحك، فشوفوا كيف يا اصدقائي الدامج الاثاث تبع الهالوين. فايف يا اصدقائي وهنا هم قررنا انه نلعب كريزران، طبعا يا اصدقائي لقيت انهم قليلين، ماكو مشكلة المهم اني اشارك. اوكي يا اصدقائي وطبعا حاولت اني اسرع شخصيتي والبس مثله هاي، بس المشكله الخلل بي كي اكس بحيث حتى الملابس ما اقدر اغيرها، للاسف صرت مدري مرتبه ما قبل الاخير. اوكي فشوفوا ياي شوفوا مو مسرعين وهاي الا اني للاسف. فشوفوا يا اصقع حتى بي كي اكس بوي سبقني يا اصقع، لو مسوي سرعه ما قدرت للاسف، نفس ما قلت لكم خلل كان باللعبه. اوكي يا اصقع سرعت ايضا على ما يصير عليكم همي. شوفوا يا اصدقائي
ماي جاد. شوف عاد حاولت يا رب، كنت اسبق في كيك سي بوي، صعدت هنا وسويت اختصار طلع هو هم يعرفها. المهم فشوفوا انا يا مرتبة طلعت الخامسة ما قبل الاخير، وبعد تجمع هاي اصدقائي قبل لا يروحون كلهم، فهم رادوا انه يروحون بعد، وانا بعدهم هم قررت اني اطلع. طبعا اعطيتكم كل الاشياء المهمة يعني صورت لكم اياها، اكو هاي قصت بيه يا اصدقائي، فطلعت لكم المهم، وان شاء الله يعجبكم الفيديو اصدقائي، واريدكم تحطونه كلش هواي لايكات كلش كلش، وتشتركوا في القناة وتفعلون جرس، وحبكم كوما، وبس باي باي.